قسيس علي، يعني أنت أمنت بالمسيح، ودائما يعني منشوف هذا الإشكال والاختلاف بين المؤمنين المسيحيين والمسلمين. في مسيحيين اسميين بيعتنقوا الإسلام، وفي كتير يعني احنا نقول كتير من الإسلام، احنا نتكلم على ملايين اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح، ولكن بشعر انه في كتير أفكار مغلوطة من المسلمين عن المسيح. يعني مثلا احنا نتهم باشياء احنا يعني بعيدين كل البعد عنها، فنحن لا نؤمن بالتناسل الجسدي، انه الله لا سمح الله يعني اضطجع مع امرأة وولد ولد كما يقولون او يزعمون. احنا بنؤمن انه يسوع المسيح مات على الصليب، نحن نؤمن انه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، نحن نؤمن انه الله اعلن عن ذاته بمثلث الاقانيم. فانت بما انك بتتحاور كتير مع المسلمين، ايه اللي ممكن توضح من خلال هاي الافكار؟ في افكار مغلوطة مجرد يعني نهاجم باشياء احنا لا نؤمن به، لكن نؤمن ما يعلم الكتاب المقدس. ايش ردك في هذا الموضوع؟ ردي هو بسيط جدا. لما الرب يسوع المسيح عمل السؤالين اللي اتكلم عنهم، اللي هو بيسأل التلاميذ الناس بيقولوا عني ايه وانتوا بتقولوا عني ايه، هنا الحل بتاع المشكلة، ان لما الرب يسوع المسيح قال له لن يعني مش دم ولحم اللي عرفك هذا الكلام، ولكن أبي الذي في السماوات. يبقى الأب هو اللي بيجذب الناس، بيعني الأب هو اللي بيعرف الناس. فاحنا نصلي للأب ان هو يرسل الروح القدس على كل الناس ديت عشان يفهموا المثلث. التثليث في مسيحيين ما يعرفوش ايه هو التثليث، مش فاهمين الله الأب والله الابن والله الروح القدس، مش عارفين يستوعبوها صح. علشان كده في ناس كتير شباب اتولدوا مسيحيين لكن بيتركوا المسيحية بسبب ان مش قادرين يفهموا المسيحية، ما عندهمش اختبار مع المسيح نفسه. عشان ولادنا وولاد اخواننا المسيحيين يختبروا المسيح لابد ان يولد من جديد. يعني ايه لابد ان يولد من جديد؟ انتوا عمدتوا ولادكم وهم صغيرين وما عرفوش هم عملوا ايه او اتعمدوا لايه او معنى المعمودية ايه. فالمفروض لما يوصل لسن معين المفروض انه يعمل كومينيون، مش كومينيون وهو طفل صغير، كومينيون لما يبدأ يفهم، يبدأ يعرف الكتاب المقدس ويبدأ اختباره مع المسيح رحلة الحياة. لما أنا بتكلم عن الكتاب المقدس بقول إن الكتاب المقدس هو الخريطة الوحيدة التي من الممكن أن تاخدك إلى الحياة الأبدية، لأنه خريطة فيها خريطة الحياة. إخواتنا المسيحيين اللي بيلحدوا بتقف معاهم أشياء كتيرة، بيقف معاهم الثالوث المقدس، بيقف معاهم إزاي إن الجسد بتاع المسيح والدم بتاع الرب يسوع المسيح، زي ما الرب كلم اليهود، الرب كلم اليهود وبيقول لهم إن لم تشرب دمي وتأكل جسدي، فقالوا إيه ده، الراجل ده باين عليه يعني من اللي بياكلوا البشر أو حاجة زي كده. لكن كل دي حاجات روحية المفروض إن إحنا نفهمها، والكلام ده مش هيحصل وإنت طفل. وإنت طفل صغير بتعمده، هو مش فاهم حاجة من الكلام اللي بقوله. لكن لما يكبر شوية المفروض إن إحنا نأهله